المداخلة الثالثة لفضيلة الشيخ عبد السلام السلفي أمير جمعية أهل الحديث بمومباي الهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، رئيس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، رئيس الجلسة الجلسة السادسة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن عمر بازمول، وأصحاب الفضيلة والسعادة العلماء الكرام، بداية أشكر الله على أن وفقنا للاجتماع في جوار بيته الكريم والشهر الحرام للمشاركة هذا المؤتمر، مؤتمر التواصل والتكامل. وأشكر من أعماق قلبي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على رعاية هذا المؤتمر، وولي عهده الأمين رئيس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيدهم الله تعالى. كما أشكر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وجميع أعضاء الوزارة على اهتمامهم الكبير لشؤون الأمة المحمدية في العالم. إن جهود المملكة الممثلة لشؤون الأمة، وذلك منذ قيامها، في محل تقدير الجميع. نسأل الله أن يوفق ويبارك المملكة الحبيبة على استمرار جهودها في شؤون الأمة والإنسانية. أصحاب الفضيلة والسماحة، نحن مجتمعون من 85 دولة نمثل الجهات الدينية والجمعيات الإسلامية للبحث في شؤون الأمة. نتمنى أن تكون جهود أخرى في إقامة مثل هذا المؤتمر في الدول الأخرى. وأخيراً، الشبهات والاتهام حول تعليم الإسلام بالشدة والإرهاب وهي برية، لأن الإسلام دين توحيد وسلام وأمن، وهذا بعيد عن الإرهاب والتطرف. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ عبد السلام.